كما كتشوفوا معنا جماهير الرجاء البيضاوي حاليا في التيران. هذا ملعب مركب محمد الخامس في الضل البيضاء، جماهير كثيرة تماما. ودابا باقي المقابلة شي ساعتين ولا ثلاث سوايع كما كتشوفوا الملعب. كما كتشوفوا معنا جماهير الرجاء البيضاوي، ها المكانة، هذيك البلاصة هي العاصمة ديال الجماهير ديال الرجاء، كتشوفو تما، إيوا تيران محمد الخامس هو هذا كما كتشوفو، وهاد البلاصة غيكونو فيها الجماهير ديال استاف الجزائر، هاد المكان كما كتشوفو، راه فيها الأمن، إيوا الأجواء زوينة بزاف. حاليا كننتظر المباراة مع تسعود، حنا جينا مع السبعة، باقي قبل السبعة جينا مع الستة تقريبا. شوف اخوتي، شوف البلاصة فاش كيخرجوا الجماهير، السحامة ديال بصا، هذا الحدث ديال بصا، شوف شوف الجماهير اخوتي، شوف شوف الجرا، غالية باش تعرف واحد الحاجة، بلاصة أي واحد بغيت يسمع كيفاش تسكتها، واحد الثمن غالية.